وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم وسدد طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني أنا وأنتم وجميع المسلمين لفعل الخيرات إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يشفي جميع المسلمين. الكل يستغرب ما هي الوصفة أو ماذا نصنع بهذه القارورة. هنا نتكلم إن شاء الله بالدارجة، كل شيء يبغي يعرف شنو نديرو بهذه القرعة. طيب القرعة كنشوفو في وسطها الماء، إلا شدينا هاد القرعة أحبابي الكرام وحليناها وخويناها لنخويو الماء، إلا شدينا هاد القرعة وضغطنا عليها يخرج منها الماء، إلا شدينا هاد القرعة وقطعناها يخرج منها الماء. ما يمكنش هاد القرعة نشدوها نحلوها وهي عامرة بالماء وغنخويو غنخويو منها العصير او نضغطوا عليها وهي في الماء ويخرج لنا العصير. هذا المثل البسيط اللي درناه هكا كيفكروا بعض الناس، عندهم بعض الافكار اللي هي سلبيه او بعض الباجاج اللي هو سلبي في الدماغ ديالهم، ديما كيبقى يفكروا سلبي، كيبقى يفكروا بزاف الله. وهذا الشيء عاد ما كيوقع عند الناس اللي هما عندهم بومزوي، اللي هو عنده بومزوي قديم وعنده بومزوي شاد فيه، اللي هو مرض كيكثر وكيتقوى بهاد الافكار السلبيه عند الناس اللي عندهم التوكال. كيبقى الانسان كيفكر اكثر من الطاقه ديالو، ما كيفكرش ايجابيا. الله سبحانه وتعالى اعطانا العوينات هنا، ما عطاهمش لنا هنا، كون عطاهم لنا هنا غنشوفو بهم اللور، لكن عطاهم لنا هنا باش نشوفو بهم القدام، لان الماضي لا يعاد. كثير من الناس اللي كنبصروا الحالات ديالهم انهم كيبقى يهضروا لنا على الماضي بزاف، انا كنفكر وقع لي، لا ما نفكرش وما وقعش ليك، لان الماضي هذه خذها قاعده كتبها وعلقها في البيت ديالك، علقها في السياره ديالك، علقها في الكتاب ديالك كتبها في الصفحه الاولى. الماضي عند العقلاء كتاب يطوى ولا يروى. الماضي عند العقلاء عند الناس اللي عندهم العقل وعندهم كيشارجو مزيان، فهو الماضي عند العقلاء كتاب يطوى ولا يروى. كل واحد فينا عنده ماضي اللي هو قبيح بزاف، كل واحد فينا عنده ماضي اللي هو خايب بزاف، الا من رحم الله، الا اللي لقاها موجوده كما تنقولوا موجوده، يعني كبر الحمد لله لقى والديه خدامين لاباس عليهم بخير، ومع ذلك تاو تيكون عنده ماضي اللي هو خايب. اي واحد كيفكر في الماضي ديالو، لكن ما نخليش الماضي ديالي يغلبني على الحاضر. المستقبل، مستقبل في احلام زوينه وفي مسائل زوينه، لان البارح ماشي هو اليوم، لان قبيله ماشي هي دابا، لان العام اللي فات ماشي هو هذا العام. انت في عمرك 20 عام وفي عمرك 21 وفي عمرك 22، ملي كانت عندك 16 عام ماشي هي 21 عام. الحمد لله دابا انفصلتي على القرايه او باقي كتقرا بغيتي تنجح الله يسهل عليك، ولا انفصلتي على القرايه وريت كتقلب على خدمه الله يجيبها لك. انت اختي الكريمه اللي كبرتي في السن وكتقلبي على الزواج الله يرزقك شي زوج صالح، او لا باقا صغيره وكتقلبي على خدمه الله يجيبك شي خدمه اللي هي في الصالح ديالك، ولا باقا كتقراي الله ينجحك. نمشيو عند اخت اللي كتقلب على الزواج كتقول لك انا تعطل عليا الزواج. طيب الا كبرتي اختي في السن والله سبحانه وتعالى ما ساقش لك الزواج، فما فيها باس انك تدعي الله سبحانه وتعالى في القيام ديال الليل وفي السجود بالليل وتستجبي الاوامر ديال الله سبحانه وتعالى كالصلاه وكالحجاب باذنه جل وعلا. والله عز وجل الا هو عطل عليك واحد الرزق، انا الزواج كنسميها رزق، الخدمه كنسميها رزق. هناك اسباب، هناك عين، هناك سحر، هناك حسد، هناك تابعه، هناك داك الشيء، مساله كلها كتعالج باذن الله سبحانه وتعالى، كلها كيلقاو العلاج ديالها. لكن بعض الناس ما عندهمش هذا الشيء، ما عندهم لا سحر، ما عندهم لا عين، ما عندهم لا حسد، ما عندهم لا مس، وتحطل عليهم الرزق يا خدمه يا زواج يا قرايه باش ينجحش فيها. فالله سبحانه وتعالى هنا بغى يختبر داك الصبر ديالك. نمشيو عند البنت اللي هي وصلت واحد 30 عام ولا واحد 32 واحد 34 35 ومازال ما تزوجاتش، كتقول لك انا تعطل عليا الزواج، انا تاخر عليا الزواج،
انا داروا ليا وفعلوا ليا وتركوا ليا باش ما نتزوجش، انا حاسديني، انا معينيني، انا خرجوا عليا بالعين. اختي الكريمه، علاش نبقى نقول بحال هكا نتفائل ديما بالشر؟ علاش ما نتفائلش بالخير نقول اللي جاي افضل؟ علاش انا فهذه كلمه انا قالها ابليس حينما قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى لابليس اسجد، فتكبر ابليس وقال انا خير منه. يعني الله كلمة أنا قالها أول من قالها هو إبليس حينما تكبر على رب العالمين من أمر الله عز وجل باش يسجد لآدم. إذا ما بقاش نقول أنا فيا وفيا وفيا وداروا ليا وفعلوا ليا وتركوا ليا باش ما نبقاش نمرض راسي، ما نبقاش نقول أنا فيا هادي وفيا هادي وفيا هادي باش ما نبقاش نمرض راسي. نتفائل خير، نتفائل خير. نعاود ما نقول أنا تعطر عليا الزواج، نقول باذن الله ربي غادي يفرجها. عاد ما نقول انا ربي انا ما خدمتش، انا الله ما شافني. بعض الناس يقولوا الله شافني غير انا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه كلمه اللي هي كلمه شركيه احبابي الكرام. ديما نتفائلوا بالخير. الله تيقول وبشري شكون؟ وبشري الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ديما نتفائل بالخير وما نتفائلش بالشر. ما نبقاش نقول أنا تعطل عليا وأنا وقع عليا وأنا فعل عليا وأنا ترك عليا، لأن دائما اللي جاي فيه خير، وأي حاجة وقعت لك في حياتك إلا وفيها خير. ربما أن ديك المسألة اللي وقعت لك أو داك التعطيل اللي هو واقع لك أو داك التأخير اللي هو واقع لك، ربما أن الله سبحانه وتعالى بغى يخليك حياتك واحد الحاجة اللي هي مزيانة واللي هي الحمد لله متكاملة. أختي الكريمة، اللي تعطل لك الزواج والعمل ما تقنطيش، لا تقنط من رحمة الله. ما تفكريش أختي الكريمة، ما تضغطيش على نفسك، ديري الأسباب، قرأي القرآن، صلي الصلاة ديالك وانت أخوي الكريم، صلي صلاتك وقرأ القرآن، أرقي نفسك، قوم الليل وانت اختي الكريمه، قوم الليل ورقي نفسك وربي يدير اللي فيها الخير. علاش ربي يدير اللي فيها الخير؟ لان الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى خلقنا واعطى كل واحد رزقه. الله سبحانه وتعالى خلقنا وما تيبغيناش نكونوا نحزنوا على شي حاجه. الله سبحانه وتعالى خلقنا وبغى يفرحنا بزاف د الحوايج، فما نقنطوش من رحمه الله عز وجل وما نيأسوش من رحمة الله سبحانه وتعالى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.